القرآن لقوم ذكرى، معجزة الإسلام الكبرى، وهو كلام الله الأعلى، أنزله الرحمن وأوحى، أنزله الرحمن وأوحى، فيه إعجاز لا ينفك، وحقائق علم لا تجحد، نور في الباطن والظاهر، وشفاء للعقل الحائر، وشفاء للعقل الحائر. آيات عن سنن الله في الكون وعن شرع الله، فهموه العرب وحملوه، عملوا بما فيه ونقلوه، عملوا بما فيه ونقلوه. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الرعد. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فرجع القرآن عم يسلي النبي، النبي في المعركة. أي معركة؟ معركة البناء. أي بناء؟ بناء الإنسان العربي. بناءه بإيش؟ بناءه بالعلم وانتزاع وسحب الجهل، بناءه بالفكر والعقل والتقدم وسحب الخرافة والتخلف والرجعية، بناءه بالوحدة والاتحاد وسحب التفرقة والقبلية وما يسمى الطائفية بعصرنا الحديث. فالبنا قد يصادف في طريق البناء والحفر صخر فبدأ دولاميت، قد يصادف أرض صلبة بدأ محافير قوية وبدأ عمال أقوياء، فكان يلقى عناء. فبين مستهزئ به وبين معارض له وبين محقر وساب وشاتم وبين مزيف ومحرف يقول عن القرآن أساطير الأولين، وعن القرآن بأنه سحر، وعن الصادق المصدق بأنه كذاب، وإلى آخره. وفي الأعمال حاولوا قتله وضربه ورجمه، فالله يعطي للنبي في تمين قوة وصحة للصمود والثبات. قال لا تحزن، لا تبأس، هذا ما شيء خاص بك، هذا شيء طبيعي مع كل بناء. الأرض ما غريبة، والأرض ما لحالها تنحفر، بدها جهد وبدها عرق. كذلك كما أرسلنا قبلك وقبل أمتك أنبياء إلى أممهم فكذبوهم وقاتلوهم وعاندوهم وآذوهم وأعرضوا عنهم، أنت كمان هكذا سيكون معك، وهكذا مع كل داع ومع كل وارث وعالم صدق وحق. فما بتشوف الأرض مفروشة بالورود والزهور، لا، البداية متعبة لكن النهاية مطربة، البداية مزعجة لكن النهاية مريحة ومفرحة. قد يكون قد تبكي أولا وتضحك آخرا، ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. كذلك كما أرسلنا قبلك من رسل، وكما عاندت أقوامهم، وكما آزوهم ووقفوا سدا، والله غالب على أمره. كذلك أن صعوبة لابد، ولكن في معك من الآلات والأدوات ما تلين الفولاذ وما تخرق الحجر الصلب
وما تنفذ في أعماق الأرض استعملها وامشي في البناء، ومشى الذي. لكن كله كان بالتوجيه الإلهي وبالتوجيه المعنوي السماوي، وهكذا يقرأ القرآن. فالشيخ أو العالم أو الداعي إلى الله أو المسلم إذا رأى صعوبات أو رأى عقبات أو رأى ممانعات، هذا شيء طبيعي. يعني الأم إذا عند الطالع بدها تشوف آلام، قل أنا لا، ما عاد بدي إلد ولا عاد بدي ولد، هاي الآلام مؤقتة، أما الولد على طول. فإذا شاف شجر الشوك فقال شوك هذا وين الورد؟ ما بيصير الورد إلا ما يصير قبل منه شوك. ولما تصبر تحطه في مدرسة التربية والتربية، فما بشوف بعد شهور انسكر الشوك بالأوراق، ومازج خضرة الأوراق جمال الورود والأزهار، وبعدين صبغ اسم الورد على الشوك، لأن الحسنات يذهبن إيش السيئات ولو اسما. شو بصير اسمها شجرة إيش؟ شجرة الورد. والورد كمان إذا حطيته بالاختصاص وبالجامعات العالية بصير عطر إيش؟ عطر الورد. فأنا خيار صلى الله عليه وسلم، من خيار من خيار، لكن مر بدور الأشواك ودور الأوراق إلى دور الورود إلى دور العطور. فالله يجعلكم ورود ويجعلكم عطور، وفي شوك لازم الشوك. شوك لازم إذا إجا شيء ولد أو شيء دابة، لازم الورد يدافع عن نفسه، يكون معه القوة إيش؟ الدفاعية. فالورد ما استغنى عن السلاح، الورد المسلح. وين الإسلام المسلح؟ وين القرآن المسلح؟ أهل التصوف عبر القرون جعلوا إيمان بلا سلاح. الشيخ إيمان بلا سلاح، وسرى هذا في الملوك والسلاطين. أما لو كان الشيخ شيخ حقيقي كان أمر الملوك مثل ما أمروهم بالصلاة والأذكار والأوراد، أمروهم ببناء المصانع وبالتكنولوجيا، حتى كانوا أقوى أمم الدنيا وقادوا العالم نحو السلام، بل نحو الإخاء، بل نحو الحب، بل نحو أمة واحدة في كرة الأرض كلها. هذا هو الإسلام. الشيخ حامل الفلسفة، ما بيعرف فلسفة يأمن لحاله رغيف رغيف حاف، بيعيش بالذل والمسكنة مثل اليهود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، دائما جوعان عريان مبهدل ذليل، لفتهم زفتة أبتهم زفتة، لأنه ما بيعرف أمي. طبيب درس سنة واحدة بكلية الطب وفتح عيادة وحط أرمى اختصاص في القلب، عمل جراحة قلب سكاكين اللحام وبمسن اللحام، هذا كمان بيقطع رقبته بالسيخ تبع إيش؟ تبع اللحام وتبع اللحمة. فأما الشيخ حقيقي الذهب في موسكو رخيص، الشيوعيين هذول يا ترى الذهب عند الشيوعيين رخيص، بأمريكا رأسماليين كمان سعره محفوظ، وبالصين وبمكة. فابني الإسلام الحقيقي هو تحقيق السعادة بشكل قطعي بكل إنسان في مشارق الأرض ومغاربها. وهل الإنسان شيوعي أو شرقي أو غربي أو نصراني أو يهودي، هل يفتش إلا على جزء من سعادته؟ أما الإسلام فيحقق له كل سعادته. فالشيخ عاجز أنه يعرض الإسلام وسعادة الإسلام بطريق الكتابة والكلام، وإلا حتى يعرض السعادة بطريق الأعمال والواقع والمشاهدة، وإلا حتى يعرض السعادة بخلق وإيجاد وبناء الإنسان السعيد. هاي وظيفة العالم، وما أرسلناك إلا رحمة
تحقق الرحمة، ما تقول الرحمة، قول الرحمة لا يحسن قولها، فضلاً عن أن يوجدها. وبعدين تعوا عظموني وكرموني، والسادة العلماء صار خبز سادة من غير لحم، صفيحة سادة لا فيها لحم ولا فيها بصل ولا حمض الرمان، شو سادة، إذا كان قطايف سادة، ما في لا قشطة ولا فيها شمندو، إيش سادة، كوسة سادة، لا فيها رز ولا فيها لحم ولا فيها طبخ من العرق رأسا، حط على الصحون وقلنا تفضلوا كلوا كوسة محشي. أخي نحن ما حشينا لكم إياها، كمان نجيب فلسفة، فلسفة معكوسة، لأن الله أعظم أم مخلوقاته أعظم؟ بالطبع الجواب الله أعظم. إذن حشوة الله أعظم لما حشوة عبد الله أعظم؟ الجاهل وقت بيسمع انه هي حشوة الله وهيك لازم ياكلها مثل ما بتاكلها الدواء، عاد بصير شيوعي بالحيل بالله. لوكي طيب مين خلق الرز؟ ما الله. ومين خلق اللحم؟ ما الله. ومين خلق الطباخ؟ ما الله. فهي الفلسفة المغلوطة، وهي اللي عكست ومسخت الجمال والكمال، حتى جعلت الناس في بعد عن دين الله عز وجل. لما ظهر الإسلام بجماله، بأهدافه، بإنتاجه، ورأى العرب ذلك، ورأت الأمم، شو كانت النتيجة؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. لو كان الشيخ شيخ حقيقي والله لحتى يأتيه اليهودي والنصراني والشيوعي والتقدمي والاشتراكي وكل الناس، كانوا لما بيشوفوا انه لما قبل الاسلام كانوا فقراء فبالاسلام صاروا اغنياء، قبل الاسلام كانوا قبائليين في الصحراء، بعد الاسلام ملكوا الدنيا، ما ملك استعمار، ملك وقيادة تعليم وارشاد واخاء وعدل واحسان، كل الناس دخلوا في دين الله افواجا. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فجاهد الأنبياء والرسل بالعلم، العلم الظاهر وعلم القلب، وعلم القلب عن الله، دخلوا في الخلوات، انقطعوا عن المخلوقات. سيدنا موسى دخل الخلوة قال وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. النبي كان شهر وشهرين يجلس في غار حراء كل سنة حتى شفت روحه وصفت نفسه وفاجأه الحق وصارت روحه في الصفاء والطهر مثل الملائكة، فاستطاعت روحه أن تلقى روح الملك، فتلقى العلم عن الله. ستنا مريم اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وما حجابا كفلها إيش؟ كفلها زكريا. فقاموا بالدعوة، الدعوة يعني تعليم العالم، القضاء على الأمية، ما أمية الكتابة والقراءة، ما أمية العلوم خاصة القرآن، القرآن أتى بعلوم الدنيا والآخرة، المعادن في سورة الحديد، السدود في سورة سبأ، الجهاد في سورة السيف، سورة التوبة وسورة الغنائم، حقوق المرأة في سورة النساء، التاريخ في سورة هود وصالح وإبراهيم ونوح، الأمم كيف ترقت وكيف تدمرت، العالمية سورة آل عمران، سورة الإسراء بني إسرائيل. فهل بيقرأ القرآن وبيعرف كيف يقرأه، كيف يفقهه عقلا وقلبا، بيطلع عالم عظيم. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. شو المقصود من التلاوة؟ التعليم، الإرشاد، التربية، محو الأمية،
في الأخلاق، في العقول، لا خرافات، لا جهل، لا أمية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنا بريء من إنسان لا يكون إما عالماً معلماً أو متعلماً متفقهاً. كذلك كما أرسلنا من قبلك، كما أرسلنا قبلك من الأنبياء إلى أممهم ليتولوا تعليمهم وتثقيفهم وتحضيرهم ورقيهم، كمان أرسلناك إلى العرب أولاً وإلى العالمين ثانياً، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتعلمهم وتثقفهم بثقافة السماء. الأستاذ الأكبر الله، واضع الكون، مصمم الكون، واضع قوانينه، واضع علوم الكون، واضع برامج الخلق، الذي إلى الآن ما استطاع الإنسان أن يعرف فيروس الرشح تبعه اللي بينزل من مناخيره، عاجز. فشو اللي بيعرف عاد ما في السماوات وما في الأرض؟ إذا هو قال أنا بدي أصير معلمك وتعال ادخل في مدرستي وكن الطالب المجد، فأي حضارة وثقافة أعظم؟ وكل العلوم النافعة كلها ترجع إلى قوانين الله وعلوم الله، وهي رزاز، نقطة صغيرة مثل راس الدبوس من البحر المحيط الأطلسي. فالدين لا يحارب العلم النافع، العلم المفيد، هذا غلط وهذا عكس، بل العلم هذا جزء من الدين وجزء من الإسلام. قال: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. مثل شيخ الكتاب بلا تشبيه، عم يجيب الولاد على الكتاب وهن عم يهربوا منه. الولد بده فوضى، بده عدم نظام، بده عدم تقيد، بيحب يبقى في الجهل، ينتقل من جهل إلى علم، ومن تنظيم وتنسيق، ومن فوضى في الحياة إلى نظام وتنسيق. وهم يكفرون بالرحمن. قال: بدك تصور هيك الشأن. كمان كان النبي يتلو على قريش وعلى العرب الوحي، وهم يكفرون بالرحمن. قال كمان: الأمم قبلك والأمم بعدك. بده يكون المعلم بده يصبر ويصمد ويلحقهم. فكان النبي يذهب إلى قبائل العرب، إلى أسواق العرب، إلى مجتمعات العرب، إلى الحج الوثني. المجتمعات كان النبي يذهب إليها. لو كان العالم العالم حقيقي وبده يمشي على السنة، حفظني من السنة يعمل دقن. هاي شغلة الدقن سنة ولازمة ومن أدب، لكن هاي سنة رخيصة. أما بيرسل يروح على السينما يقطع تذكرة مثل تذاكر داخلين السينما، وقبل إلقاء الفيلم قل لهم: أيها الناس، لبين ما ينعرض الفيلم الخمس دقائق اسمعوا مني هذه الكلمة، ويدعوهم إلى الله وإلى ذكر الله وإلى كتاب الله بالحكمة والقلب المتصل بالله والكلام الناضج المفهوم المحبب إلى القلوب. بس اللي يعمل هالشيء، وبعدين الناس بيحكوا عليه: إيه هذا مرائي، هذا خايف من الناس. النبي راح إلى الحج الوثني، وراح إلى سوق عكاظ، وراح إلى سوق زي المجاز. تحسن تعملها بالمرجع، بحفلة من الحفلات، بمجتمع من المجتمعات. هاي السنة المحمدية، هذا طريق البناء، وهذا الإجير. هيك بده يتعلم من معلمه، وكله مرسوم البرنامج وين؟ في الكتاب المعلم، في كتاب الله. الشيخ كل هالأمور لا لامست عقله، ولا رآها بعينه، ولا سمعها بإذنه، وبعدين بده يصير العلماء ورثته الأنبياء. فإذا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الله يستنى من التاج تبع وباءه، ما بيطلع منه شيء. هو بذاته نفسه ما تعلمت لا التقوى ولا الإنابة ولا الإخلاص ولا الخشية ولا محبة الله، ولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فوضى، وكلامه مثل كلام بياع المسبحة،
واللحام الخباز شوف سهراته شوف جلساته، أما النبي عليه الصلاة والسلام قائما وقاعدا آكلا وشاربا في كل حال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا ما شأن الشيخ في الإسلام، ما في كلمة شيخ، هذا شأن كل مسلم، لأن المسلم إما عالم معلم وإما طالب متعلم مسترشد، ولا خير في من سواهما. والنبي بريء مما وممن وراءهما. النبي بده يشفع لنا، ولسنا علماء ولا متعلمين. الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. ليش أرسلناك؟ برسالة، بعلوم، بثقافة. قال لتعلمهم، لتربيهم، لتبني شخصيتهم، عقولهم، أخلاقهم، ربانيتهم، لتصلهم بالله، ليسعدوا في قلوبهم ولو حرموا كل شيء في الحياة. كان المسلم على جوعه وعريه ونومه على التراب، وهو أسعد من الملوك في قصورهم على فرش الحرير، لأن السعادة من جوا. في ناس بيملكوا المليارات والملايين ينزهوا وهم أشقياء، عند الملكات الجمال وهم تعساء، وفي واحد مؤمن قلبه مع الله في أجمل منه وفي أغنى منه وفي أعز منه، فهنا السعادة. وما بتحرم تلك، لكن الرجل الذي يجمع الأمور الكبيرة والعظيمة إذا كان كبيرا وعظيما، والحقير التافه هو الذي يرى الأمور العظيمة مستحيلة عليه فبينزل إلى الأمور الصغيرة التافهة، يقول يا ربي ما بدي منك شيء غير ستر الحال والوفاء على الإيمان، حطوه بمأوى العجزة وكرشحوه وبيموت على الإيمان. هي ستر الحال والوفاء على الإيمان، أو ينحكم له شيء حكم ظلما غير ظلم عدل 15 سنة ويموتوا على الإيمان. وفي واحد بده تأمين المستقبل، إنه يأكل منيح ويشرب منيح ويلبس منيح وينكح منيح، مثل الدواب القاق لابس منيح ومتجوز منيح وساكن منيح، لكن اسمه قاق، اسمه غراب. لحى الله صعلوكا، يعني الله يفضحه، لحيت عود الشجرة يعني جردتها من قشر العود. لما تسلخ الجلد القشرة عن العودة شو اسمه؟ هو القشرة اسمه لحى، لحى الشجر. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. همه بطنه ويلبس ويكيف ويعربد ويلهو ويلعب، والدنيا سيكارة سيكارة وكاس. هيك العرب كانوا، كانوا العرب الدنيا تبعهم أن يجعلوا من مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة وبلدا واحدا وعالما واحدا ولغة واحدة وعائلة واحدة. هذا لو انمسخوا قرود وخنازير أهون، لأنه آخرته ما في جهنم، أما هذول في جهنم الدنيا وجهنم إيش؟ جهنم الآخرة. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. ما أنت شيء أول نبي، وما أنت بدك تلاقي العناء وما حدا قبلك لقي العناء والمشقة، لا، كل هذا هو درب الأنبياء، وهذا هو درب الرقي، وهذا هو درب المجد، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. فأنت أيها الشيخ أيها العالم، بل لا أيها المسلم والمسلمة، صرت مسلمين تعلمت الإسلام وعملتم به، ثم انتقلت إلى مرحلة لتتلو عليهم نيابة عن النبي فيما أوحاه الله إليه. قال وهم يكفرون بالرحمن، مع كفرهم وعنادهم وعداوتهم وإيذائهم، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. فمهما كفروا كل ما تمادوا في الكفر أنت بتتمادى وبتزداد في الدعوة وفي التبليغ. وبتمك معلن قل هو ربي، يعني أدعوكم إليه، قل هو ربي
أدعوكم إلى الإيمان به وطاعته والعبودية له. لا إله إلا هو، ما في إله غيره، لا حجر ولا بشر ولا مسيح ولا عيسى ولا رئيس ولا زعيم ولا، لا إله إلا هو، عليه توكل وعدني وأنا متكل على وعده بأنه سينصرني وسيعينني وسيعزني وسيبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار وإليه متابي. إذا بدي توب، توب إليه، ما أتوب إلى غيره. فإذا كان النبي يشعر بالتوبة، وشعور التوبة يعني في شيء تاب منه، فإذا كان النبي يحتاج إلى التوبة، فنحن شو وضعنا؟ إذا واحد قال توب إلى الله، شو عامل؟ لك النبي كان يتوب، النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن قال وأرنا مناسكنا وتب علينا. إيش عم يعمر سينما وتياترو وبقال حتى عم يقول وتب علينا؟ دائما كل ما زدت إيمان وزدت كمالا وزدت علما ومعرفة، بشوف اللي عملته من الفضائل فيما هو أفضل، ومن الكمالات فيما هو أكمل، فبتتوب من عمل الكمال والفضائل والحسن، لأنك ما عملت الأفضل والأكمل والأحسن. فهذا استغفار الأنبياء، وهذه توبتهم. سيدنا داود الله قال عنه واستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عن سيدنا آدم قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وبتقول للأفندي توب إلى الله، أنا شو عامل؟ بيقول له أنا في عندي إيمان أكثر من كل الناس. هذا الغرور، هذه قلة العقل، هذا هو الجهل المركب. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد جلسة كان يسمع منه أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. قال يقول وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى أكثر من 100 مرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى روح أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.